كلنا نعيش تحت السماء ذاتها، لكننا لا نملك جميعاً ذات الأفق. اشتغلت مع أيمن الخضر في أكثر من عمل وثائقي بالسابق. تمت الخطة بناءً على 8 مناطق رئيسية ودي أزورها، وعندي حيوانات نادرة بخاطري أشوفها وأتعرف عليها بنفسي. إيج وايد كان وعر فوق المياه الجوفية العظمى اللي فوق صار الفتحة بالمغارة هذه المتكسكرية. يجب أن تتخطى آمال المرء قبضة يديه. دفاع عن النفس، الرأس معه. في نوعين من الليموريات احنا ندورهم ومهمين، يستخدمون فيها السعف مال جوز الهند أو رق جوز الهند، ويحكونا لين يبنون فيها البيوت. وأنا ما يقارب تقريبا 30 كيلو قطعت، فوق نقول 24 كيلو. موز شلفيني مو راضي يهدي، شلفيني من اليوم هالمرة. انطلق الفريق للبحث عن الحوت الأحدب في المحيط. سرعة طبعا هو الاصل اسود مبرقع باللون الازرق،